بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل المحاضرة السابعة من مقرر ميكانيكا المواقع 2، الدرس الرابع Drag and Lift. بداية راح نحاول نعطي إن شاء الله المعادلتين اللي يمكن يحسبوا لي Drag Force و Lift Force باستعمال إيس باستعمال Integration. فقط هنا شيء أبغى نلاحظه إنه الضغط هنا بالموجب وهنا بالسالب، يعني إيش؟ يعني الضغط هنا راح يكون High Pressure وهنا Low Pressure. Drag Force and Lift Force يحسبوا باستعمال الضغط and إيش هنا؟ Wall Shear Stress. نعطي هنا two example أو example ل two cars, car M and car E. ولو نلاحظوا إنه الكار E نقدر عليه نقول عليها إنها يعني سيارة رياضية. فهنا الدراج فورس بالنسبة للكار M 1، بينما بالنسبة للسيارة E 0.28. الأريا أو المساحة اللي تعرض لها الهواء هنا 2.32 متر مربع، لكن هنا نلاحظ إنه إيش 0.92 متر مربع. فلو ضربت قيمة الدراج فورس في الأريا والدراج فورس في الأريا نلاحظ إنه تقريبا ما يعادل 10 مرات كار E بالنسبة للكار M بالنسبة للكار E، وهذا طبيعي جدا بالنسبة للكار M لأنه عنده CD أكبر and projected area أكبر. فهنا طبيعي جدا power consumption of fuel يعني استهلاكها للبنزين أو الديزل راح تكون أكثر بكثير بالنسبة للكار M منها للكار E اللي قلنا تعتبر رياضية، وهذا لأنها تقدر تسرع أسرع من السيارة M. نأخذ هنا تاريخ إنتاج السيارات بالنسبة هنا من السنة 1920 ميلادي إلى السنة 2010 ميلادي. نحاول على الواي إيش نعطي؟ نعطي قيمة السي دي. فلاحظ إنه هنا في بدايات السنة 1930 سي دي نمبر ما يعادل تقريبا 0.8. ثم بعدين بدأ العلماء رويدا رويدا بإنقاص قيمة السي دي، مثلا في القرن في 1940 أصبحت 0.6، في 1970 1980 تقريبا 0.4، إلى وصول إلى 1990 وبعدها يعني سنة 2000-2005 بدأت ظهور السيارات الرياضية وسيارات السباق إلى غير ذلك، فأصبح سي دي نمبر تقريبا أقل من 0.4، وهذا مهم جدا إنقاص سي دي نمبر إن قلنا عنده تأثير حتى على استهلاك البنزين وسرعة السيارة. بعدين نحاول نعطي لمحة على أشياء راح تكون معانا إن شاء الله في الاختبار، وهي أشكال معينة زي سوليد إمسفير، هولو إمسفير، ثين ديسك، سيركلر رود بارالل تو فلو أند لايك ذس. فهنا سوليد إمسفير يختلف سي دي دراج كوفيشن حقتها، إذا كان الهواء جاي من هنا 1.17، وإذا كان الهواء من اليمين إلى اليسار 0.42، وهذا إيش عند رينولد نمبر أكبر من 10^4. لو أخذنا أيضا ثين ديسك راح يكون عند رينولد أكبر من 10^3، دراج كوفيشن يساوي 1.1. أيضا في التيبل هذا موجود إيش؟ موجود ريفرنس أريا وإلا بروجكتد أريا اللي هي تعرض للهواء. أيضا هنا نفس الشيء، أخذنا كون كيوب وكيوب يعني ما هو هوريزونتال، وأيضا ستريم لاين بادي، عرضنا ريفرنس أريا ودراج كوفيشن بالنسبة لهم جميعا عند رينولد نمبر معين. قلت إنه التو تيبلز هذم راح يكونوا معاكم إن شاء الله في الاختبارات. إن شاء الله هنا نكون خلصت المقطع هذا. فقط أود طرح السؤال هنا، هل إنه السيارات الرياضية تكون أسرع لأن دراج كوفيشن حقتها أصغر لهذا السبب فقط أو في سبب ثاني؟ السلام عليكم ورحمة الله.